معكم الفنان كريم علوي. اليوم نفرح المعرض العرض اللي عقد الاستاذ ابراهيم الزاهري مدير مهرجان ميز اطلس، والحمد لله يعني انا جد منبهر يعني بذاك المستوى اللي ما كنتش كنتوقعه وما كنتش كنتسناه، يعني لقيت ذاك الشيء كبير بزاف، يعني مكناس انجبت ولا زالت تلد يعني اشخاص اللي هما خدامين بالقلب، يعني ما كنتش كنتظر بتاتا، والحمد لله تفاجئت، وكان داك الشيء جميل جدا. كيف كانت المشاركه؟ كيف كانت المشاركه تاع العارضات؟ واه كانت مشاركه كبيره بزاف، وما كنتش كنتوقع يعني غادي يكون داك الحجم تبارك الله، يعني كان داك الشيء لا المنظمين ولا المكان اللي تحطهم فيه داك الشيء، يعني كان داك الشيء هائل جدا، يعني ما عنديش حتى انتم تبارك الله، يعني الكم ديال الصحافه اللي كانوا ما كنتش كنتوقع. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. شكرا لك. ممكن تقول لنا شنو الجديد حاليا عندك؟ الجديد دابا انا خدام، خديت واحد الالبوم يعني راه خرج، بدينا نخرجوا للسوق، بدينا نخدموا في الفيديو كليب ديالو، الحمد لله غادي مزيان، وكاين ان شاء الله عاوتاني واحد المشروع اخر عاوتاني غادي نبداو فيه خدمه ايام ان شاء الله، الحمد لله الامور غادا مزيانه. ممكن تعطينا واحد الكلمه اخيره للجمهور المتابعين ديالك؟ كنشكرهم بزاف وكنشكركم بزاف، وكنشكر مدير ميز اطلس يعني اللي الحمد لله عرفنا بكم وشفنا يعني اليوم شي حاجه اللي ما كنتش كنتوقع في الكراس. تبارك الله عليكم وبرافو عليكم، وكنشكر الجمهور الكريم وكنحيي من هذا المنبر. مرحبا بقناه جريده اصوات المواكبه لهذا الحدث، حدث كاستينغ ميز اطلس، هذه المحطه ديال اللي حنا في موعد معها العاصمه الاسماعيليه مكناس، وفي هذا الفضاء هذا الموقع الاثري اللي كتشوفوا ورائي باب المسوق مجموعه من المآثر التاريخيه اللي كيحصل لنا الشرف انه تكون المحطه الثانيه في اطار الاستعدادات للمهرجان الوطني للشباب المبدع الدوره ديال الخامسه من خلال فقره ميز اطلس 2019. كما تبعتوا معنا فكانت المشاركه جد متميزه، كانت مشاركه محترمه لفتيات المغربيات الشابات، حقيقه المغربيات كلهن جميلات، ولكن هذا قانون مسابقه فتخصنا واحد العدد معين. اليوم جد فخور بكوني احد المنظمين لهذه التظاهره الثقافيه والفنيه بطبيعه الحال، وما يمكن لنا الا ان نكونوا كما قلت فخورين بهذا الاداء وما حققناه الى حد الساعه. فقط كنتمنى من كل الجهات اللي ممكن انها تسهل ودعم هذه التظاهرات الثقافيه الفنيه الجاده والمسؤوله كذلك، واسطر على هذه العباره. اذن مع سيئة الأكثر فقط أوجه الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد، وكل من هب ولبى الدعوة، كذلك نشكر كما نشكر وسائل الإعلام المختلفة اللي ركبت معنا هذا الكاستينغ، وما ننساش المبدعين والمغاربة اللي دائما كيحضروا معنا ودائما يساندون ويساهمون في إنجاح وتطوير الاشكال الابداعيه في بلادنا، وكيشرفني انني نستضيف اليوم معنا في الكاستينغ اخي وصديقي الفنان كريم عبدو المبدع، حقيقه كنشكرو من هذا المنبر بالحضور ديالو والدعم ديالو المتواصل، انا كنشكركم بزاف بزاف بزاف. كذلك نبغي نشير الى انه اليوم غادي تكون اخر محطه لتجارب اداء باش نوصلوا ل 12 متباريه ومترشحه لنيل لقب ملكه جمال الاطلس 2016، اللي ان شاء الله بحول الله كننتظروا
الموعد ديال النهائي اطار الحفل الختامي ديال المهرجان الوطني للشباب المدينه التي يكون فيها الحفل طيله 21 22 23 فبراير لكل من جماعه مكناس جماعه الوليلي جماعه نسلان. فمرحبا بكم ونضرب لكم موعدا يوم غد في كاستين مدينه سلا الجديده بالمركز الثقافي لسلا الجديده. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.